مرحبا بكم متابعي قناة جوابك. يقول كيمورا: في يوم من الأيام ذهبت برفقة العديد من الأصدقاء في مشتل جامعة واشنطن، فرأيت رجلا قال أصدقائي عنه أن اسمه بروس، رجل قوي وخبير في الفنون القتالية، وقالوا: افعل له شيئا يا كيمورا. ذهبت إليه وتحديته. في الحقيقة كل ما أتذكره مجرد ثوان، عدة ثوان فقط كانت كافية لإطاحة أرضا بعد إصابتي بعدة لكمات لا أستطيع تذكر عددها. عندما وقفت مرة أخرى فكرت في هزيمتي، شعرت أن هذه السرعة لن تأتي إلا من رجل خارق. سرعته كانت غريبة مثل سرعة الرياح عندما تصدم وجهك. فقررت وقلت لنفسي: لن أتركك يا بروس، وسأبقى معك طيلة حياتي. أهلا بكم في قناة جوابك. رحلتنا اليوم مع تاكي كيمورا، أحد أفضل طلاب بروسلي وصديقه المقرب الذي لم يتخلى عنه حتى عند وفاته، فهو واحد من 6 من حاملي النعش أثناء جنازته. ولد كيمورا في 12 من مارس من عام 1924 في كلالامباي بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية. نشأ بطلنا الصغير في جو ممتلئ بالأحداث الصعبة، فعندما ولد كان هو وعائلته هم السكان الوحيدين غير البيض في البلدة. يقول كيمورا: اعتقدت أنني رجل أبيض حتى بلغت 15 عاما، لكن والدتي وأبي أخبراني أننا مواطنون من الدرجة الثانية، وقالوا لي: لا تحدث الكثير من الضوضاء وحاول ألا تخالط الآخرين. وبالرغم من ذلك تم اعتقال بطلنا الصغير هو وعائلته، وذلك خلال الحرب العالمية الثانية، وحدثت عملية الاعتقال عندما كان كيمورا في مدرسته الثانوية، واعتقل قبل تخرجه بيوم واحد من المدرسة الثانوية. بعد مغادرة مخيم الاعتقال وجدت أسرته أن جميع ممتلكاتهم اختفت، ووجد كيمورا نفسه مضطهدا ومنهكا ويفتقر إلى الحافز، فهو الآن لا يدرس ولا يمتلك وظيفة، فكان يتم طرده من أي وظيفة يحاول الالتحاق بها، وذلك بسبب كونه شخصا يابانيا. وأيضا عائلته في وضع صعب غير قادرة على تحمل تكلفة تعليمه، فكرت الأسرة في تحسين الحياة المادية، وبالفعل بدأت عائلته بافتتاح متجر في سياتل في واشنطن. وكبر الطفل وبدأت تستقر أوضاع أسرته، ليصل عمره إلى 30 ليلتقي بالأيقونة الخالدة وأسطورة الفنون القتالية بروسلي. يقول بطلنا: عام 1959 كان بروس في سان فرانسيسكو. عندما وصل بروس إلى سان فرانسيسكو كان في عمر 18 عاما، وكان بمفرده، لم يكن يعرف أي شخص، كان يركز فقط على تمارينه ودراسته. ويكمل ويقول: بعض أصدقائي شاهدوا بروس في المسرح وهو يعرض رقصة التشاتشا، وبدأ باستعراض مهارته في الكونغ فو، ووصفوه لي بأن هذا الفن مذهل وقوي جدا. كنت أعمل في المتجر وجاء إلي أحد أصدقائي وقال لي: نحن قابلنا بروس وقالوا يجب أن تتحدى بروس. وبالفعل اتخذوا الترتيبات اللازمة للذهاب إلى جامعة واشنطن، وهو المكان الذي يذهب إليه بروس. كان كيمورا آنذاك يمارس الفنون القتالية، وبالرغم من ذلك عندما قابل بروس استطاع بروس هزيمته في 11 ثانية فقط بعد سيل من اللكمات أنهت كيمورا على الفور، ليقرر بطلنا الانضمام إلى بروس والتعلم من خبراته. وبالفعل وافق بروس وبدأ بتعليم بطلنا، وافتتح سويا دار تعليم الكونغ فو. كيمورا كان يحب بروس جدا، تجلت تضحية كيمورا في بيع منزله وافتتاح دار للكونغ فو وإهدائها للتنين بروس. كانت علاقتهما لا تقتصر فقط على العمل والتدريب، كانت تجمع بين بروس وكيمورا علاقة صداقة قوية جدا، فأصبح كيمورا التلميذ المميز لبروس وأول مساعد له. فلتسمع ما قاله كيمورا عن الأسطورة بروسلي.
كنت بما يكفي لأكون والد بروس لأنني أكبر منه سناً، لكنني كنت طالباً جاداً جداً، كنت أريد تحقيق الذات، وهذا ما يدرسه بروس. كان شخصاً لديه منهج وقوة غريبة. لقد ساعدني أنا وكل تلاميذي في بلوغ مستويات مذهلة لم نكن نحلم أن نصل إليها يوماً ما. لقد ساعدني في أن أجد ذاتي وأسيطر على غضبي ومشاعري من خلال ممارسة الفنون القتالية والدفاع عن النفس. كان هذا الشعور تجاه بروس، وتعجبت عندما وجدت بروس يبادلني نفس الشعور. فتذكرت الحكمة التي تقول: إذا أردت أن يحبك شخص ما، ابدأ بالحب أنت أولاً. وبالفعل كنت سعيداً لأنني صديق شخص غير العالم بأسلوبه وفلسفته الرائعة. استمرت الصداقة والعلاقة الرائعة بينهما حتى توفي بروس في 20 يوليو عام 1973، حينها حزن كيمورا كثيراً ولم يترك صديقه حتى دفنه. فبطلنا كان رمزاً للصداقة الحقيقية والتضحية لأجل رجل أحبه بصدق، إنه بروس. ومنذ وفاة الأسطورة أصبح بطلنا يعلم الكونغ فو وتقنيات الدفاع عن النفس لأي شخص يرغب في التعلم حتى يكمل مسيرة معلمه بروس. يقول كيمورا: عند وفاة معلمي أصبحت مسؤولية نشر الفنون القتالية أكبر بكثير، فكنت أحاول أن أفيد التلاميذ بتقنيات فنون قتالية تفيدهم في حياتهم اليومية. بروس كان يقول لنا إنه يحب أن نكون أذكياء ونسبح على الماء بدلا من السباحة على أرض جافة، فكان يقصد بذلك عندما تتعلم أي فن يجب أن يكون أكثر واقعية وقابلا للتنفيذ. عندما نتعلم مهارة يجب أن تكون هذه المهارة قابلة للتطبيق والتعلم، وهذا ما كنت أحاول أنا فعله دوماً مع تلاميذي. يكبر بطلنا حتى يصل إلى عمر 85 عاماً، وصدق أو لا تصدق أخذ كيمورا أخيراً شهادته الثانوية من مدرسة كلالامباي. فبرغم انشغاله مع بروس وتدريب تلاميذه على الفنون القتالية، لكنه لم ينسى حلمه وهو صغير في أن يكمل تعليمه بقدر الإمكان. وتوفي الأسطورة في 7 يناير من عام 2021 عن عمر يناهز 96 عاماً. لكننا لا يمكن أن ننسى أنه شخصية فريدة من نوعها ومثال حقيقي للصداقة والوفاء. اترك لنا رأيك عزيزي المشاهد في التعليقات، وللمزيد لا تنسى الإعجاب بالمقطع والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.